هذا الفيديو سنتعلم كيفية إنشاء حساب على برنامج انستغرام. أولا نضغط على أيقونة برنامج انستغرام، ثم نذهب إلى ساين أب تسجيل، نطلب إدخال الإيميل، ندخل إيميلنا، نضغط على التالي، ثم نختار اسم يظهر في البرنامج عليه كامل، أي اسم تختاره، ونضغط على التالي. هذا سيكون اسمك التالي في انستغرام، تستطيع تغييره وكتابة ما تريد. نضغط على التالي، نختار كلمة سر يجب أن تكون من 8 أحرف من ضمنها أرقام، ثم نضغط على التالي. إضافة صورة، نضغط على نختار أي صورة مثلا، نضغط على التالي. هنا أستطيع اتصاله بفيسبوك، أستطيع أن تضغط على سكيب تخطي سكيب، أيضا نضغط بحث عن أصدقاء تخطي. هنا نكون قد أنشأنا حساب على موقع انستغرام كما تشاهد. هذه هي، نضغط على موافق. هنا نستطيع، هذه هي حسابنا على انستغرام جاهز، ولله التوفيق.